Yeah.
والمحافظة على التراث. شكرا للمقدم أنوار الدقاقي على هذه اللوحة الرائعة والتي سماها أناسة تراثية بطبيعة الحال. الله صلي وعليه، الله صلي وعليه، الله صلي وعليه. مدينة مكناس ولادة وتجود أدباء فنانة سمعتهم فايق الحدود. أما الشعراء والزجالة ليهم شنة يمتعوا بأشعار إيقاع ومغنى يرصعوا الكلام توضح المعنى. حاضرين جمهور مكناس، غادي نقول لكم إذا تحية لجمعية مشارف صوفيا، تحية لجمعية مشارف صوفيا. بغيت نسمعها من جمهور مكناس. هادو هما ولاد مكناس، دائما كيحترموا الفن ديالهم، كيحترموا الجمهور ديالهم، كيقدموا لوحات رائعة من مدينة مكناس. إن شاء الله يكون الإشعاع ويكون الانتشار. أنا بغيت نقول لكم شي حاجة على مدينة مكناس. مدينة مكناس مدينة نبهاها على سير المدن تتباهى، أبواب وأسوار معلاها، عبق الحضارة فتراها، ضايع من لا شرب من ماها. قال الشاعر في عروبي، عروب مكناس عروسة تاج على راسها خضر، حازها بوفكران استولاها. هذه هي مدينة مكناس. طبيعة الحال مهرجان سيدي عبد الرحمن المشدوب للكلمة والحكمة في دورته الرابعة تحت شعار دور التراث الشفاهي في التلاحم الاجتماعي، إضافة إلى المغنى أو النغمة كاينة الكلمة، الكلمة الرصينة الموزونة. غادي نستقبلوا جميع طبيعة الحال شاعر جانا من خارج مدينة مكناس وغادي نستمتعوا معاه في الجالية وكذلك قصيدة ملحونة، وغادي نقدم هذا الشاعر بهذا الأبيات. فن النظام فيه الشعر، نطر جاجال ملحون وعروبي، حاولت ننظم وجدت قلامي قراطسي وكتوبي، باش نمجد وطاني نمدح والدي ومحبوبي. رسول الله فينا يشفع بإذن الله نظفر بمرغوبي، ولكن ما استطعت نطوع الحروف بحال الشاعر سيدي محمد حلوبي. تحية للشاعر سيدي محمد حلوبي اللي جانا من مدينة أسفي باش يمتعنا ونستمتعوا معاه بزجل وشعر. سيدي محمد حلوبي هو إضافة إلى أنه شاعر وزجال كينضم كذلك في الملحون، وهو صوت رائع فن المديح والسماع والأندلسي. إذا مع